السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. البنات اللي كيسولوا عليا كيفاش وصلتي؟ الحمد لله وصلت بخير، كلشي مزيان، كلشي داز مزيان الحمد لله. اليوم بغيت نصور لكم فيديو تحت طلب العائله. داكشي قال لي ما توصلي صوري لنا فيديو داكشي اللي ديتي معاك من المغرب. المهم نصور لكم المشتريات، داكشي اللي شريت وصافي. اول حاجه بعد ما بدا بهاد الزيوفه والبيجامات، جبت منهم الالوان والاشكال. لي 3 سنين ما مشيتش المغرب جبتهم معايا. المهم بديناكم بعد الزيوفات حياتي اللي خرجوا داك هاد العام، ما هاد العام ولا داك العام. المهم انا لقيتهم جداد جبتهم، وبيجامات انا نوريكم. المهم بداو بالزيوفه ديال حياتي. المهم هادو جبت منهم الالوان، ها الابيض، ها الصفر، الاحمر والزرق والغوز اللي دايره فوق راسي. هادو العاديين اللي كانوا، هادا عطاتو ليا ماما الله يخليها ليا. هاد الزرق والبيض. المهم جبت هاد اللوينات والبيجامات، جبت هاد الغوز والبيضة والزرقاء وهاد الشكل تا هو، وهادي اللي لابسه. المهم ما عرفتش هاد الموديلات متى خرجوا. المهم انا مشيت الموديلات اللي لقيتهم شارينهم ليا جبتهم معايا. ما خليت حتى حاجه، كلشي جبتوه. المهم هادشي اللي كاين، وعاد من بعد نصور لكم داكشي الاخر. المهم دابا نوريكم حاجه بحاجه. هما هادو كامل داكشي اللي جبت. هادشي المهم بداو طبيقه طبيقة صغيرة ديال الخبز هاهي. هاد ديال الشميعات زوينين، فوانيس ديال رمضان. هادو جوج، هادو الزبيبنات، باخرة الحمد لله بعدا وصلات بخير ما ترساش. ايوا الغريرف ديال الطين مسكين تهرس، ترست لي غير اليد، ما هو باقي نافع، باقي ديال الشريب. باقي مزيان. هاد العيبات ديال الطين كانوا كيعجبوني، فكرت ندير فيهم الفلو في رمضان انا وراجلي. زوينين. حتى من بعد نشارك معكم فاش نصور فيهم غير معايا القوم. انا كيعجبني هادشي ديال المغرب، كيعجبني هادشي الطبيعي صراحه. هادي سيدي ديال الخبز، صفايون القهوة، من هاك نهزو صافي. هادي مقيلة ديال البيض، كل شيء صغيرة وخا كتبان في الكاميرا كبيرة ولكن راها صغيرة. تهزو جوج بيضات ديال مغيرفة صغيرة، ايوا مغيرفة ديال سميتو ديال الحريره. شكرا زينب، تشوف لي صاحبتي. المو هادي ديال العسل، شوفوا هادو هاد البيصلات صغير قريب. المهم ما عرفتش ندير بيهم، المهم عجبوني. مهم جبتهم. هادي ديال الكيكة ولا ديال الحرشة. مهم بعد نشوف واش غندير فيها. المهم هي تطلق الكيكة وتطلق الحرشة. هادو خصني نحلهم بلاتي. هادو القطاعات ديال البيتزا وديال البطيبيطات الصغار ديال رمضان،
اوكي ترى هما ثلاثة، وحدة صار من وحدة الكبيرة والصغيرة. هادو ديال لي طارت وديال لي كيش، شوف كيبانو ومقاش حاجة واش استوى. قيمة هادي مايزينا، جوج ديال مايزينو، نيدو، هاد الصفايات الحمرين ديال المغرب زوينين، حيت كاينين الصفايات هنا ولكن ماشي بحال هادو، مجاونيش بحال هادو اصلا. تنغرب بيهم تا الفوراس الفينو كيجيو مزيانين. هادي طاوة اخرى تاهي ديال الكيكه، هادي ديال الكيكه تاهي ديال الثلاجه، بغيتي تحطها في الثلاجه. وعندي ديال الزجاج ولكن ديال بلاستيك، بخاتيك حسن يعني اكثر يعني مزيانه. ميرسي احسان، شكرا احسان اللي جبتها لي بنت عمي. العصير ديال الليمون صغير قرا، هادي المول العجين، هاد المول العجيب راه خديته من كارفور، المهم راه كاينين في كل شيء، المهم انا خديته من كارفور. هادي سوينيا خديتها لماما من الدار ديال القهوة، ديال كيسان القهوة صغيورة ولا البراد الصغيور، البراد الصغيور. المهم نكمل معاكم، هادي صفاية صغيورة القهوة، هادوك المقيلة اللي خديت الصغيورة ديال جوج بيضات، هادي كبر منها شوية نقدر ندير فيها الحرشة شي حاجة، مهم شي حاجة. دا طواجين صغيور، هادي صينية، هاد الاستعمال اليومي ديال الدار ماشي ديال الضياف، زعما ديال الدار. حتى المره الجايه ان شاء الله نجيب معايا براد وسينية ديال الضياف. مع الطاوة ديال كيكه ولا غراتان ولا لي طارت، المهم نفع في كل شيء، ها صغيره ما كبيرهش بزاف. الطويجنات مقلبتهمش كاملين، واش مهرسين ولا لا. المهم المهم خديت منهم أربعة، خديتها أربعة. هادو ديال السكر ولا ديال، المهم هي هادي ديال السكر ولا ديال لي بونبون زوينه. دا اتاي اتاي اللبن، هلزا من فاني، مهم كملوا. هادي هادوك ديال المقيله ولا ديال شي حاجه سخونه تحط عليهم بجوج،
هذا بخور، خميرة، عازة، طماطي، الزعفران، هادو هادو، شنو باقي؟ ايوا اهم حاجه هما هاد الكويسات اللي كتخاف عليهم يتهرسوا، ولكن وصلوا مزيان. هادو جبتهم ليا اختي اسيا، شكرا اسيا، عجبوني في هاد الالوان، الحمد لله وصلوا بخير، سلامتكم. دابا نبدا نهرس. المهم هذا الجنجلان الحساب سلو نقات ليا ماما عطاها صحيحتها، المهم نافع وحبة حلاوة، واحد فيهم، واحد نافع واحد حبة حلاوة. شي اللي عقدت عليه هذا عشوب ديال الشعر مخلطين، تنبغي نخلطهم ونشاركهم معاكم. هذا ورد، هذا ورق السدر، تاول الشعر والبخور جوج، خزامة، تحرمل، وده كمون، هذه تخليطة ديال اتاي ديال مراكش، هذا برشاد، لا الحبة السوداء، سانوش، هذا شيح، هذا زعتر، هذا هو حبر شاد، الزبيب، هذه حلبة شوية، ايوا هذه هي القهوة المعطرة، كتعجبني بعدا عشتي ريحتها في الدار عاطية. شكرا احسان. هذا ايلان طحون، هذا سميتو برد الدوش، هذا الغسول، هذا وقيله، المهم قش لي قش لي سميتو، هذه حنه، حنه ديال الشعر وحنه ديال اللحم، وحده ديال الشعر وحده ديال التبريمه في الحمام. هما هاد اللعيبه راه تهرسات ماشي مشكل، وهاد اللعيبه زوينه. نسيت هاد البريريد ها صغير غاتيبان كبير، ها صغير. هذا شريته على قبل من كيكونش راجلي، نبغي كنبغي نعمر اتاي الصباح بوحدي، تنعكز نعمر في عندي بريرد كبار، شو نعمر فيه غير سكيكره وحده وديال جوج كويسات ديال اتاي. اصلا كيعجبني هذا النوع ديال البريرد، كيجي فيهم اتاي زوين. ودابا جينا للمكياج ديال المغرب. المكياج ما كاينش منهم شيطات، هادو هذا صابون البلدي، كيس ديال الحمام، هاد الكوك زوين كيعجبني، واخا هنا كاين زيت الكوك ولكن هذا كيعجبني. حكاكة رجلين، مورد، هذا تا هو مورد، هذا زيت ديال الشعر، هذا راه زوين، هذا ديال سبع زيوت زوين، هذا هذا زيت الجليسيرين، زيت اللوز حلو، زيت الخروع طبعا، زيت ارغان ضروري،
دوبين ضد الشعر، العكر الفاسي، هذا المسك، هذا معروف العكر 24 ساعة، كاين شي ما تيجيبوش من المغرب. هذا بخور. مهم السواك، انا السواك اكثريه كنديرو غير مع الحنه الشعري. هذه الشبه، الكحل، راه جبت جوج اخرين ما عرفتش فين هما. هذا التسبيح، هذا السيروم ديال الشعر كيعجبني من زمان وعزيز عليا. صافي، هذا بخور. معرفتش نسيت شي حاجه مهمه، معرفتش الشي اللي كاين. صافي، هذا الشيء اللي كاين، ما عرفتش واش نسيت شي حاجه، باقا ما عرفتش. كنقول شنو نسيت شنو نسيت، انا نسيت الطواجن، اهم حاجه الطواجن ما صورتهمش ليكم حيت حليتهم، حيت لهم كارطون باش نصورهم. هما هذا طاجين كبير عنده اليدين، هذا الطواجن الصغيور. هاد الطواجن يلاه كاينين هاد العام، اول مره نشوفهم لي غارقين. هذا صغيور، صغيور ماشي. هادشي اللي كاين، المهم سمحوا لي على التصوير مخربق حيت شاده بايد وكنصور بايد. وطبعا املو ضروري. المهم جبنا هاد القرعه زوين. ايوا كنت غنسى ما نصورش لكم الشباكيه اللي عليها العمده، هي كلشي اللي كنت خايفه عليها في الطريق. المهم وصلات مزيان، المهم راه حيت منها شويه درتو في السوبيره حيت هادي خليتها في الفريكو. صوبت لي مرت عمي وختها فاطمه، شكرا لكم بزاف، يعطيكم الصحه. المهم باش ندوزو رمضان، غادي ندوز لي رمضان وتفوتوا ليه.